وبهذه المناسبه اكدت معالي السيده فوزيه بنت عبدالله الله زينل رئيسه مجلس النواب ان مملكه البحرين في ظل قياده جلاله ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه قد تبوات المكان المتقدم في مسيرتها الانسانيه واصبحت مثالا يحتذى به في رعاية حقوق الإنسان. وأشارت معاليها للمبادئ الرفيعة لحقوق الإنسان وما تشكله من ركيزة أساسية من ركائز المسيرة التنموية الشاملة، وما تمثله من غاية متجددة ومستمرة في مختلف الظروف والمواقف عبر تقديم المساعدة والعون والإغاثة للجميع من منطلق إنساني بحت. ومن دون تمييز وأعربت عن تقديرها للجهود التي بذلتها الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بكل حكمة واقتدار في إدارة الملف الاقتصادي والمعيشي للمواطنين مع مراعاة دقيقة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان عبر ضمان الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين. وشادت رئيسة مجلس النواب بالدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في داخل البحرين وخارجها من مبادرات فريدة ومساع حثيثة انطلاقا من القيم النبيلة والسامية لخدمة الإنسانية ونوهت بان شعب مملكه البحرين يتميز بعطائه وبذله اللامحدود والمتواصل من اجل الحفاظ على القيم الانسانيه في المجتمع البحريني